يعني وانا صغير في وانا بلعب في الشارع كنت بلعب باسم النادي الاهلي قبل ما اروح النادي الاهلي يعني، فكنت بلعب باسم النادي الاهلي وكنت بحب ياسر ريان جدا جدا يعني، عشان هو ايه كان ناحيه شمال وانا كنت اشول، فكنت بحب الموضوع ده. ابويا الله يرحمه وقرف الجرايد اختبارات النادي الاهلي فقال لي اوديك، قلت له يا ريت، ورحت الاختبارات كان في حوالي 25000 واحد بيروح اختبارات وانا كنت اقل واحد لابس لبس يعني، كنت لابس جزمه باتا للشعب المصري كله كان بيلعب بيها زمان، وما كانش ولا عندي شنكار ولا اي حاجه، شراب عادي وتيشيرت احمر وشورته عادي خالص. رحت كان لوحدي خالص، كان معايا ساعتها اخويا وعمي، ورحت عادي خالص، كل ما اجي اقف في الصف انا الوحيد بس، كل واحد كان رايح باتنين تلاته اصحابه واللي من كلهم القاهره وكده، انا رايح كل ما اقف في الصف يرجعوني ورا، كل ما اقف في الصف يرجعوني ورا لغايه لما رجعت في اخر خالص، وما بتكلمش، كنت لسه عندي 10 سنين صغير خالص مش عارف حاجه لسه، ولغايه لما جه عليا الدور فاختاروني وادوني قميص 9 ازرق انا فاكره كويس جدا كانه امبارح، ودخلت كان ساعتها كابتن ميمي الشربيني وكانت صفلة بحليم، وطبعا قبل ما نبدا التقسيمه كنا 5 ضد 5 والاربعه اصحاب وانا الوحيد اللي ما اعرفهمش يعني، تقسيمه حوالي 10 دقايق كده ولا حاجه، فاول دقيقتين ثلاثه ما حدش بيبص لي خالص لغايه لما الكوره جات لي، قعدت ارقص في الفرقه الثانيه وجبت جون، واما الكوره جات لي ثاني قعدت ارقص فيها الفرقه وجبت جون. من المواقف الحلوه كان اخويا وعمي كانوا قاعدين في حته كده عشان الشمس في التراس كده هناك في النادي الاهلي مدينه نصر، وطبعا كان في زحمه جدا، فكانوا قاعدين بقى هم بيشربوا قهوه او حاجه كده، فاولاء امور ولاعيبه هيبقى عليهم الدور، ففي ولي امر كان في لعيبه قاعد عشان الشمس كده، فقال له تعالى في لعيب بيلعب في 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 الملعب رقم 9 عايزك تبقى تعمل زيه بالظبط وكده وترقص زيه، لعيب كويس جدا. فاخويا وعمي جايين يقولوا لي نفس الكلام اللي هو يعني يشوفوا مين الولد ده عشان يقولوا لي نفس الكلام زي ما ولي الامر بيقولوا للولد، راح دخلوا الملعب لقوني انا رقم 9 اللي برقص اللعيبه وبرقص الناس كلها، والناس كانت بتتفرج عليا ساعتها، كانت صفا حليم نادالي قال لي تعالى الله يرحمه انت بتلعب في حته، قلت له والله بلعب في الشارع، وكنت مخضوض كده يعني اللي هو النادي الاهلي بالنسبه لي، قال لي انت بجد بتلعب في حته؟ قلت له والله العظيم بلعب في الشارع يعني. قال لي بتلعب في الشارع؟ قلت له اه. قال لي انت متاكد؟ قلت له متاكد جدا يعني. قال لي طب انت معاك مين؟ قلت له انا معايا عمي واخويا. قال لي طب هاتهم، فجابهم يعني، ورحت مضيت استمارات. قال لي النهارده عايزك تيجي نادي الاهلي الجزيره الساعه 4 ينفع تيجي؟ قلت له اه طبعا انفع اجي. كنت فرحان قوي قوي يعني ان انا قبلت بقى ومضيت استمارات وكده، فخدني بقى النادي الاهلي الجزيره، رحت كان بيعمل لي برده اختبارات تانية مع ناس قديمه يعني، عملت اختبارات قبل كده يعني بيشوفني برده، نزلت برده التقسيمه دي الحمد لله، عملت تقسيمه حلوه قوي. بعد التقسيمه دي كان يوم سبت، كان يوم 25/5/96، قال لي باباك يجي يوم الاثنين هنا النادي الاهلي الجزيره عشان يمضي على عقود واستمارات، عشان انت خلاص انت هتبقى موجود في النادي، انت خلاص مش هتعمل لك اختبارات تانية يعني. فكان ساعتها المدير الفني بتاعنا كابتن علاء مهوب، كابتن علاء مهوب ابويا الله يرحمه كان بيحبه قوي 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 يعني، انا ما كنتش بتفرج عليه وانا صغير، كنت ساعتها لسه عندي 10 سنين صغير يعني، بس من كتر كلام ابويا على كابتن علاء مهوب بقيت احبه يعني، اللي هو لعيب كبير، اللي هو كان لعيب جامد جدا في النادي الاهلي، الحاجات دي كلها كانت بتاثر فيا يعني. بعد كده قعدت سنه كامله في النادي وانا عندي 10 سنين، وانا عندي 11 سنه الجهاز الفني كله اتغير، وكابتن محمد رمضان جه مدير قطاع ناشئين، وكابتن علاء عبد الصادق كان مساعد ليه، واتغير التشكيل وجه مدرب مستر كروفر اللي هو المدرب الهولندي اللي هو الخبير الهولندي ده، وكان معاه كابتن محمد وهبه وكابتن بدر رجب، عملنا اختبارات للعيبه كلها بتاعت الهيكله بتاعت الناشئين، برضو كنت انا اللعيب الوحيد المغترب اللي قبل في الاختبارات. ساعتها كابتن محمد رمضان بيقول لو في لعيب مغترب بره مصر عشان هصرف عليه كتير، ولعيب مصري نفس المستوى لا اجيب اللعيب اللي هو المصري اللي هو مش هيكلفني كتير يعني، فكان مركز جدا جدا في السن اللي هو اللعيب المغترب ده لازم يبقى مميز يعني. الحمد لله يعني اختاروني ان انا ابقى من اللعيب المغترب اللي هو واحد او اتنين اللي هو يبقى موجود في النادي، وعمل حاجه جديده كانت اسمها الاستراحه الناشئين، كانت حاجه جوه النادي الاهلي، كانت يعني استراحه كان بيهتم، كنا 10 لعيبه، كان ال10 لعيبه طبعا كنت انا ساعتها اصغر واحد في الاستراحه، كان ال10 لعيبه انا، حسام غالي، اسامه حسني، عماد متعب، احمد بلال، كل دول كانوا موجودين بس باعمار سنيه يعني، كانوا جايبين اكتر لعيبه مميزه مغتربين معادينهم في الاستراحه، كنا 10 لعيبه بالظبط، كان دول الاسماء اللعيبه اللي كانوا موجودين في الاستراحه، كانوا مهتمين من اصغر حاجه لاكبر حاجه، نقلوا المدرسه بتاعتي من البلد للقاهره، تغذية من فطار غدا عشاء، دروس خصوصية، لبسك، تمرينك، كل حاجة كان هو قايلين ال10 لعيبة دول او ال12 لعيب هيبقوا مستقبل النادي الاهلي،
كابتن صالح سليم كان بيجي لنا كتير جدا في السنه، كان دايما يجي يعمل معانا اجتماعات في الاستراحه، دايما يجي يقول لك انا هقعد مع لعيبه المستقبل بتوع النادي الاهلي اكتر من لعيبه الدوري الممتاز، اكتر من لعيبه النادي الاهلي. يعني هم عارفين خلاص اللعيبه الكبيره دي، هم عارفين خلاص النادي الاهلي وانتمائات النادي الاهلي، اما انتوا لسه لازم اتكلم معاكم اللي انتوا بتحبوا النادي الاهلي اكتر والدروس المستفاده اللي انت هتلعب في النادي الاهلي، وطول الوقت تبقى عايز تكسب وطول الوقت تبقى عايز بطوله. يعني ما يجي اسامه حسني ولا حسام غالي ولا عماد متعب ولا احمد بلال ولا اي لعيب، ولا انا مثلا، او تلاقي حسام غالي ساعتها بيتنرفز ولا متعب ولا الناس دي كلها بتغير عند الاهلي، هم ما بيمثلوش، هم عاشوا جوه النادي الاهلي، فهم فعلا بيحبوا النادي الاهلي فعلا، مش تمثيل ولا عشان حاجه، لا انت جوه انت بتحب بيتك، زي انت مثلا متربي جوه بيتك. انا قعدت في الاستراحه دي 10 سنين، فانت اكلك شربك بيتك تمارينك جوه النادي الاهلي مدينه نصر جوه الاستراحه، فانت بتغير على بيتك، بتغير على النادي بتاعك، فانت بتتربى على حاجات معينه. فالناس دي لما بتبقى فعلا بتتكلم عن النادي الاهلي بحرقه، او حسام غالي بينزل دماغه في النجيله وعايز فعلا يكسب بطوله ولا يبقى متضايق، ولا اسامه حسني بيبقى زعلان ومحروق النادي الاهلي بيخسر، او عماد متعب بيبقى زعلان لما كلمه وحشه اتقال على النادي الاهلي، والله العظيم هم ما بيمثلوش، هو فعلا بيحبوا النادي الاهلي عشان هم شافوا خير النادي الاهلي جوه البيت، جوه البيت يعني انت جوه بيتك. يعني هقول لك كواليس حلوه قوي، انا كنت بتمرن في الجيم مع نفسي كده في التريب ميل، فكنت بلعب كده عمال افكر، يعني اللي هو لما تيجي لعيب الكوره لما سنه بيكبر وعايز يبطل بصوره كويسه وعايز يبطل يبقى يخلي الناس تفتكر اخر حاجات اخر ايامه في الكوره يعني، فاخدت قرار ان انا ماتش الاهلي وكان خسران من فرقه الهلال السوداني، وقلت دي احلى فتره عشان انا اهلاوي جدا ومتربي في النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي 10 سنين، فالنادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وكنت نفسي انا حياتي في النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب. فانا قلت اسوان، في اسوان جمهور اسوان ده يعني محمد من الحاجات اللي انا يعني بعشقها، جمهور السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت عملت موسم معاهم استثنائي جدا، الجمهور ده انا بالنسبه لي بحبه قوي، وقف جنبي جدا، وشه حلو عليا، النادي اسوان كمان وشه حلو عليا، فانا قلت اللي هيبقى فيه في الماتش بتاع الجمهور هيبقى فيه جمهور كتير جدا جدا في الاستاد، والنادي الاهلي طبعا هيبقى فيه جمهور كتير جدا النادي الاهلي عشان كان خسران ماتش الهلال وعايز يعني يكسب ماتش اسوان او يعمل ماتش كويس قدام اسوان. فكلمت رئيس النادي بتاع اسوان وكلمت الاستاذ ايهاب منصور عضو مجلس اداره، يعني قلت له انا عايز يعني انهي مشوار الكوره في الماتش ده بالذات عشان خاطر انا بلعب في النادي الاهلي، كنت بلعب في النادي الاهلي وانتمائي للنادي الاهلي، وطبعا اسوان مش هلاقي احسن من جمهور اسوان اللي انا عملت سنه معاه جامده جدا، وهو جمهور بيحبني جدا وانا بحبه ووش حلو عليا قوي، فانا عايز انهي مشواري في الماتش ده. كل الناس في اعضاء مجلس اداره برئيس النادي كل الناس اجمعت اللي انت عايزه عمرو هنعمله لك. كلمت كابتن سامح حفيظ اول لما جه، قلت له يا كابتن انا عايز الماتش ده يبقى ليا تكريم. كابتن سامح حفيظ بصراحه قال لي عمرو ده قرار نهائي يعني؟ قلت له قرار نهائي. قال لي اللي انت عايزه انا اعمله لك، شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك، انت ابن النادي واحنا بنحبك جدا وعمرك ما عملت مشكله معانا وانت في النادي او انت بره النادي، طول الوقت بتتكلم علينا كويس جدا. فقلت له خلاص انا عايزك تبقى موجود وكل الناس تكرمني. قال لي اللي انت عايزه هنعمله لك، وبالفعل رحت اسوان وخدت والدتي معايا، وكمان خدت والدتي عشان خاطر والدتي وابويا الله يرحمه تعبوا معايا قوي سنين كتيره تعبوا معايا، وهم كانوا اهلاويه بزياده يعني، فخدت الحاجه تكريما ليها مش تكريم ليا، اللي هي تشوفني وانا الجمهور الحمد لله بيحييني وهي تاخد الجائزه بالنيابه عني يعني. فكان ده بالنسبه لي كنت انا مركز جدا اللي امي تبقى موجوده في اليوم زي ده عشان تشوفني وانا وهي كانت معايا اول يوم في حياتي هي وابويا الله يرحمه، وتشوف في الكوره يعني، وتشوفني اخر يوم في الكوره اللي هي لازم تبقى موجوده وتاخد الجائزه بناء عن عن عني يعني. فبصراحه كان يوم جميل جدا، ما كنتش متوقع الجمهور اسوان كان الاستاد مليان، واول لما نزلت بصراحه جمهور اسوان نادى عليا مره واثنين وثلاثه، وجمهور النادي الاهلي بصراحه نادى عليا مره واثنين وثلاثه، واتفاجئت من حب الناس بجد محمد، وبت سعيد قوي والناس بصراحه كرموني، وسياده الوزير عمرو فاروق برضو كرمني وكان موجود وقعد يتكلم معايا كتير جدا هو ورئيس النادي والاستاذ ايهاب منصور بتاع اسوان، بصراحه كانت لفته حلوه قوي، والفيديوهات اللي اتصورت انا كنت مبسوط جدا، ورد فعل الناس يا محمد بصراحه انا ما كنتش متخيله كميه المسجات اللي جات لي وكميه الحاجات اللي شيرت على الانستجرام او الفيسبوك، بصراحه انا كنت مبسوط، اللي انا حسيت اللي انا بقالي 27 سنه بلعب كوره
الناس واخده بالها مني، يعني الناس واخده بالها مني الحمد لله لعيب مميز، الحمد لله واخده بالها مني ان انا لعيب اثرت في الدوري المصري. فانا كنت سعيد جدا 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 بالنهايه دي. دايما كنت بحب اتفرج على ابو تريكه، يعني دايما كنت احب اتفرج على ابو تريكه. اصل لعبت مع ابو تريكه وانا في النادي الاهلي سنتين مع مستر مانو جوزيه قبل ما اروح اليونان. ولما جيت بقى من اليونان يعني الاحتراف، كنت دايما ماتشات الاهلي احب اتفرج عليه، او حتى وانا بتفرج على الاهلي واي فرقه تانية كنت بحب اتفرج عليه قوي. ولما كنت مثلا بلعب في الملعب، انا من الناس اللي احب وانا بلعب اقعد اتفرج على تحركات اللعيبه، يعني وانا في الملعب كنت احب اشوف تحركات اللعيبه، ايه ده لعيب كبير، ده لعيب بيتحرك ازاي، ده بيسرق ازاي الفرقه. وانا حتى بتفرج على مثلا هلعب الاهلي مثلا اقعد اتفرج على متعب بيتحرك ازاي، اتفرج على بركات، اتفرج على ابو تريكه، اتفرج على اي لعيب حسام غالي مثلا بيضم ازاي، عشان وانا في الملعب اشوف هو بيتحرك ازاي وفكره ازاي. فدايما كان طول الوقت ابو تريكه بصراحه كان بيمتعني، مش بالكوره كمان، بتحركاته واسلوبه. الدنيا كانت سهله قوي معايا، يعني اللعيب اللي انا كنت يعني بحس ان هو اجريسيف وحاجه بروفيشنال جدا وانا بحبه على المستوى الشخصي، بحب احمد فتحي جدا. يعني احمد فتحي باك رايت انا شايف اللي هو يعني من احسن باكات رايت في تاريخ مصر، يعني مع كابتن ابراهيم حسن طبعا مع لعيبه كبيره. احمد فتحي من الناس القدوه اللي هو بيشتغل، اللي هو لعيب بروفيشنال، اللي هو كل ما بياخد بطولات كل ما بيبقى عايز تاني، كل ما هو بيبقى طماع. انا شايف ان احمد فتحي من اللعيبه اللي انا بحبها جدا 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 جدا. ودايما لما كان بيلعب قدامي دايما كنت ببقى شايل هم اللي هو لعيب اجريسيف ولعيب يعني عنده منتاليتي مختلفه. يعني حسام غالي انا يعني من اكتر الناس، يعني انا ومتعب وسامح حسني واحمد بلال والناس دي كنا جوه الاستراحه. يعني حسام غالي طول عمره كده، حتى لو بنلعب خماسي، يعني حتى لو كنا بنلعب خماسي كده مع بعض في الاستراحه او اي حاجه تلاقيه متضايق ومتنرفز وعايز يكسب طول الوقت. يعني هو حسام غالي ما بيمثلش، او اسامه حسني ما بيمثلش، او عماد متعب ما بيمثلوش، هو طول الوقت طول عمره حسام كده. الناس اللي ما تعرفوش حسام غالي بره الكوره حاجه جميله جدا، يعني راجل جدا 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 مع اصحابه، وجدع جدا ومتواضع جدا، وبيحب اصحابه جدا ويقف جنبهم في الحاجات الصعبه قبل السهله كمان. اما هو جوه الملعب هو مش عايز يخسر. خد بالك انت لو جيت ركزت على اللعيبه اللي اتربت جوه النادي الاهلي او اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي، مش حسام غالي بس، اي حد تلاقيه زعلان قوي اللي هو بيخسر بطوله، زعلان قوي اللي هو خسر ماتش. ليه؟ احنا كنا طول الوقت واحنا في الناشئين لعبت 10 سنين مثلا، يعني مثلا ممكن كنت خسرت اربع ماتشات مثلا في النادي الاهلي وانا بلعب في النادي الاهلي في الناشئين. طول الوقت اخد بطوله الدوري في الناشئين، طول الوقت اي بطوله بنسافر بره مصر بنيجي، لعبنا في فنلندا، لعبنا في اسبانيا، لعبنا في فرنسا، كنا بناخد البطوله وبنيجي واحنا صغيرين. كان معانا مدربين كبار جدا، مدربين يعني براندات بمعنى الكلمه، كانت لعيبه النادي الاهلي براندات، يعني كان كابتن حسام البدري، كابتن عصام عرابي، كابتن زيزو، كابتن فتحي مبروك، كابتن بدر رجب، كابتن محمد السيد، مستر كروفر، كابتن محمد رمضان، كان ساعتها مدرب ناشئين كان طلعب صادق، انا مش عايز انسى حد، كابتن ده السيد. ناس تقال قوي في الكوره، تقال قوي في النادي الاهلي، وعملوا وخدوا بطولات في النادي الاهلي. فكانوا بيعلموك حب النادي الاهلي، بيعلموك ازاي اللي انت ما تخسرش، بيعلموك ازاي تبقى شرس جوه الملعب ومتواضع بره الملعب. دايما كان النادي الاهلي كده يقول لك انت خليك شرس جوه الملعب وخليك متواضع بره الملعب. فدي حسام ده طبيعي من زمان جدا جدا جدا، ده فيه الطبع ده، بس هو بره الكوره لا هو متواضع جدا وشخصيه جميله. الكلمه دي كنت بحبها قوي 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 قوي. كان تحدي كبير جدا اللي انت بتلعب في نادي اسوان امكانيات قليله، وعايز تثبت لنفسك وتثبت للناس كلها اللي هي ما كلمتنيش او قالت لا عمرو كبر او قالوا لا احنا مش عايزين عمرو. كان تحدي كبير جدا كل يوم والله العظيم انام لازم اثبت نفسي، كل ماتش انا لازم ابقى جامد. كنت كل ماتش اعمله اجيب اعمل جون او اجيب جون ببقى سعيد قوي من جوه، اللي الحمد لله الناس بتتكلم عليا كويس، والمدربين او الانديه اللي ما كانتش عايزاني رجعوا تاني كلموني كلهم. ده بفضل الله، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمني مسج اللي هو اشتغل واعمل اللي عليك والباقي عليا، يعني فاهم، بقى على ربنا يعني فاهم. فانا اتعلمت بعد السنين ده كلها، اتعلمت في الموقف بتاع اسوان ده بالذات، اللي انت اشتغل واعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك الخير في اي حته انت عايزها، ده فاهم، بس انت اشتغل واعمل عليك وكافح واشتغل بما يرضي الله واتعب فين مش مشكله، بس هيجيب لك اللي انت عايزه. يعني كانت من السنين الحلوه قوي، وكلمه مستر اسيست دي ما كنت بنافس انا وعلي معلول على مستر اسيست. هو بيلعب في الاهلي، نادي كبير جدا جدا جدا، وانت تلعب في اسوان طبعا نادي حلو جدا ونادي كبير، بس الاختلاف الامكانيات كانت رهيبه.
وتعافر وتوصل انت وهو زي بعض في نهايه السنه، هو عامل حوالي 16 جون وانا عامل 16 جون، فاحنا الاثنين نوصل 16 اسيست، ده كان رقم كبير جدا. وكنت السنه دي جايب 8 تجوان او 9 تجوان، وطلعنا المصري في الكاس برضو لضربات الجزاء. فكان بالنسبه لي كان من المواسم اللي كان فيها تحدي كبير جدا جدا جدا، وربنا كان موفقني بزياده يعني الحمد لله. الكواليس اللي انا لعبت في نادي اسماعيلي 8 شهور ما عملتش اي مشكله خالص، وكنت رايح مع الباشمهندس يحيى كومي ومضيت، كان ليا شيك واخده من شهر 5 او شهر 4 كمان، ومفروض يتصرف في شهر 5. رحت البنك ما اتصرفش في شهر 5، قال لي طب اصبر شويه. طبعا كان عشان خاطر النتيجه، واحنا كنا ساعتها ماشيين وحش، فطبعا ما كانش ينفع اعمل اي حاجه خالص. وجمهور اسماعيلي طبعا جمهور كبير، ونادي الاسماعيلي طبعا طالما انا دخلت النادي لازم احترم قوانينه واحترم كل حاجه فيه. كان شهر 6 وشهر 7 طبعا ما فيش اي حاجه خالص. كلمت الباشمهندس يحيى كومي قال لي خلاص الدوره هيخلص 30/8، هتروح البنك هتلاقي فلوسك. رحت البنك ما لقيتش فلوسي. طب امتى؟ كلمني تاني، قال لي بعديها ب 10 ايام. رحت البنك مفيش فلوس، يعني قعد كل شويه كل ما اكلمه يقعد يماطلني كذا مره. قمت انا بعت له مسج قلت له يا باشمهندس انا بعد اذنك يعني عايز اعرف بس ميعاد محدد، عشان انا عمري ما ارفع قضيه ولا الكلام ده، انا ما بحبوش، وطول عمري في الكوره ما بحبش اعمل كده، ما بحبش اعمل الاجواء دي يعني. ما ردش عليا خالص ولا كاني بعت له مسج على الواتساب. فاللي زعلني اكتر بقى اللعيبه اللي انا كنت اعاره من سيراميكا كليوباترا، فاللعيبه اللي كانت موجوده في نادي الاسماعيلي كان ليها برضو اللي هو الشيك ال 25% ده، حوالي اللعيبه اللي كانت قاعده حوالي 7 8 او 9 مليون تقريبا، جاب الفلوس هو كاش عشان ما يدينيش فلوسي ولا انا ولا دونجا عشان ما يحطهاش في البنك. يعني جاب 9 مليون جنيه كاش عشان ما يحطش فلوسي اللي هي 400000 ولا 500000 اللي هي النسبه ال 25 الثالثه عشان ما يدينيش فلوسي. فانا لما عرفت زعلت جدا جدا، وخدت الطرق المباشره والقضيه الحمد لله كسبتها من كام يوم، اللي هو اتحبس يعني الحكم قال 3 سنين حبس يعني. انا في اليونان لا فرق شاسع هناك في اليونان، ال 30 لعيب كل واحد عارف هو بيعمل ايه، كل واحد عايز ينجح، كل واحد هناك عارف اللي هو بيمضي عقد هياخده كل اول شهر، لو هو جامد لو هو جامد جدا في عقود هناك، مفيش تهريج في العقود، مفيش تهريج في الفلوس، وعارف اللي هو لو السنه دي بقى جامد السنه الجايه هيكمل في النادي، عارف اللي بعديها هيكمل في النادي، عارف لو هو وحش هيدفع غرامات، عارف لو هو وحش هيمشي. اللعيبه هناك كل واحد عارف اللي واللي عليه. انت كنت بخش الاوضه اللبس بحس ان انا في صاله، يعني صاله جيم مثلا، كل لعيب جايب البروتين بتاعه، كل لعيب جايب التكمله بتاعه الفيتامين، كل لعيب جايب الحاجات اللي هي بياخدها قبل التمرين وبعد التمرين، الحاجات دي كلها الدكتور هو اللي قايل لهم عليها وجايبها. حتى بعد التمرين كنت اطلع من التمرين الاقي الدكتور بتاع الفرقه مدي كل واحد زي كوبايه كده فيها الفيتامين بتاعك، فيتامين سي والحاجات البروتين بتاعتك وكل كبيره وصغيره والحاجات الريكفري. عشان كده تلاقي اللعيبه بتاعت اوروبا قليل قوي يجي لها اصابات، قليل قوي تلاقي اللعيب وزنه زايد، قليل قوي تلاقي اللعيب بيجي له شد، قليل قوي تلاقي اللعيب مش مركز. فهناك بصراحه اتعلمت اللي انت تبقى عارف اللي ليك واللي عليك، وتبقى من غير ما حد يقول لك انت صح ولا غلط، انت جايب حاجاتك من زمان قوي. وانا حتى في الماتشات بقالي كتير جدا انا اللي بجيب حاجاته كلها، من اقل حاجه لاكبر حاجه انا اللي بجيبها، زيت التسخين انا اللي بجيبه، الفيتامين انا اللي بجيبه، البلاستر بتاع الفرقه انا اللي بجيبه، كل كبيره الحقنه لو هاخد حقنه قبل البدايه انا اللي بجيبها، كل حاجه معايا شنطه كده بتاعت الماتشات مخصصه للماتشات، عشان انا ببقى عارف اللي هي واللي عليا، ما بقاش للظروف او حاجه تحصل، انا ببقى عارف اللي هي من اللي انا شفته هناك في اليونان بصراحه من ساعتها من 2006 وانا متابع نفس الستايل ده. كان في موقف في 2016 كنت في انبي وكنا ماشيين كويس جدا، كنا بننافس على الدوري السنه دي، والسنه دي كانوا الدور الاول كنت جايب 7 تجوان، وكابتن شوقي غريب كان هو المدير الفني وهو كابتن احمد حسن ساعتها كان مدير كوره. فكان عندنا ماتش، كان المنتخب كان عنده ماتش مع السنغال، وكلمني في التليفون قال لي انت هتبقى معايا المعسكر الجاي، اعمل حسابك وخلي بالك والاصابات وكل ده. وقلت له ماشي، قال لي انا هتيجي هتلعب اساسي وركز جدا عشان انت ماشي كويس جدا وعامل ماتشات هايله. كابتن شوقي غريب طبعا من الناس اللي انا بحبها جدا طول عمري، مقتنع كابتن شوقي مدرب كبير جدا جدا جدا، ومدرب يعني في اي حته بيروحها بيعمل فرق كبير يعني. فقلت له خلاص ماشي. رحت كنا بنلعب دمنهور، وبعد ماتش دمنهور في دمنهور
يعني هيعلنوا القايمه يعني قبل الماتش دمنهور بثلاث ايام. كنا عندنا ماتش مع الرجاء وكنت جايب جونين وماشي كويس جدا الحمد لله. فوجئت في المحاضره اللي انا احتياطي، فوجئت بقيت مش مصدق يعني اللي هو يعني ده حلم بالنسبه لي اللي انا اروح منتخب مصر. وكنت زعلان جدا انه كان يعني كان لازم الناس تقف جنبي يعني. فحتى انا كلمت ساعتها المدير الفني قلت له انا رايح منتخب مصر. فهو قال لي عمرو منتخب مصر ممكن تبقى احتياطي وتنزل تكسبنا. قلت له يا كابتن انا كنت ماشي كويس جدا وفرصه وحلم ليا ان انا اروح منتخب مصر ومفيش حد بيروح منتخب مصر وهو احتياطي. يعني كنت بتكلم معاه باحترام وادب خالص. فهو حس ان انا مش مركز في الماتش قام مطلعني بره السكور. وبعد الماتش تقريبا كابتشاو غريب ما خدنيش في القايمه. فكنت زعلان قوي 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 الموقف ده يعني من المواقف اللي عمري ما هنساها يعني. انا مؤمن ان هو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك الخير بتاعك يعني. انت بتشتغل برضه وبتعمل عليك وربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب لك الخير. هي الحاجتين اللي هو كان فيه لعيبه مميزه باكات ليفت كان في الاهلي والزمالك وساعتها وفي نفس الوقت برضو انت بتلعبش اهلي وزمالك فالناس برضو مش شايفاك كويس قوي. كان طول الوقت مركزين اللي هم يختاروا اهلي وزمالك. انا لو كان سن صغير التوقيت ده كنت رحت منتخب مصر يعني. انا مثلا سنه اسوان كان حسام بدري كلمني قابلني كنت في ماتش قابلني قال لي انا متابعك جدا وركز وموضوع السن ده انا مش في دماغي وخليك ماشي زي ما انت ماشي وانا متابعك. بقيت فرحان جدا جدا بس اكيد عشان موضوع الكورونا والموضوع اللي هو طبعا النادي الاهلي والزمالك في ماتشات في افريقيا فطول الوقت اللعيبه بتلعب في افريقيا وطول الوقت اللعيبه متشافه طول الوقت. انا عندي حاجه في الموضوع ده. اللعيب الكوره زيه زي اي سلعه طالما هي تجاريه يعني. انا النادي مقتنع بيك جدا 100%، المدير الفني مقتنع بيك 100%. انا سعري 5 جنيه مثلا، انا جيت قعدت معاك وانا مدير فني ورئيس النادي وكل الناس مقتنعه ب 100 مليون مثلا. انا هديك مثل مثلا كريستيانو رونالدو رايح السعوديه ب 200 مليون وهو كريستيانو رونالدو حاجه كبيره جدا بس سنه وتوقيته ما يبقاش هو ال 200 مليون اللي هو اعلى لعيب في العالم بس رايح عشان نادي النصر والسعوديه بلد السعوديه ونادي النصر قدروه كده عشان عايزين يقنعوه يجي السعوديه فقدروه بال 200 مليون. هي الكوره كده، اللعيب الكوره هي سلعه. انا عايزك بكذا اوكي ممكن واحد تاني يبقى لعيب مميز قوي بس المدير الفني مش شايف اللي هو يستاهل الرقم ده. هي الكوره تجاره وقاعدين زي البيع زي اي حاجه في العالم بيع وشراء يعني. انا مقتنع بيها هاخدها مش مقتنع بيها مش هاخدها يعني. فالارقام هنا في مصر انا دايما ما بدخلش بيها، ده رزق طبعا ورزق وكل حاجه. بس هل اللعيب اللي بياخد رقم كبير ده هو عمل ايه؟ كام مثلا ماتش لعبه اساسي؟ كام بيدي لك برضه فيه حاجه مهمه جدا. اللعيب الكبير لو فيه 34 ماتش على الاقل فيه بتاع 28 ماتش يدي لك 8 من 10 على الاقل. ده اللعيب اللي يستاهل الفلوس، ده اللعيب اللي يستاهل يتعمل له الضجه، ده اللعيب اللي يستاهل يتعمل له كل حاجه وفلوسه فيه بصراحه. ده اللعيب اللي انت لو نقلته من حته لحته هيدي لك 8 من 10 28 ماتش مثلا. ممكن لعيب مميز جدا 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 بس بيلعب لك 10 ماتشات من 34 ماتش فانا ده مش هتعوزه يعني. ده مش هيديك التارجت اللي انت عايزه يعني. في لعيب ممكن يبقى امكانياته 50% بس كل ماتش بيديك ال 50% بتاعتك، فاحسن من واحد امكانياته 100% ويديك كل ماتش 50 فهو بخلان. اما ابو 50% ده لا هيديك ال 50% فانت هتحس ان هو فعلا عارق وتعب جدا في الماتش يعني. فانا شايف الموضوع اللعيبه وفلوس اللعيبه ده حسب اداره النادي وحسب المدير الفني وحسب هو عايز ايه وفكره بره ايه وفكره جوه ايه في مصر يعني او في العالم يعني. فانا يعني موضوع الفلوس ده انا بحب يعني ما بحبش اتكلم فيه، ده رزق ونصيب يعني. بس حوالين الفلوس ممكن اقول عمل ايه السنه دي، عمل ايه اخر سنتين ثلاثه، لعب كام ماتش، عمل كام اسيست، ايه الحاجات اللي هي ا ب وانت قاعد معاه تتفاوض معاه عشان تديله رقم يعني عشان تديله سعر. زي ما تروح تشتري مثلا تيشيرت من براند كبير انت داخل وانت عارف البراند ده كبير جدا، لما يجي مثلا تيشيرت ب 10000 وبتاع انت عارف اللي هو التيشيرت ده ب 10000 يستاهل عشان ده براند كبير، البراند ده تعب عمل حاجات كتير جدا، مين اللي لابسه ومين كده يعني نفس السيستم يعني.